مالي وانا ما عنديش فلوس. مليون العيد العاملين عاملين ما عيطش. انا والمشاريع شو السنة ما عنديش فلوس. تعلوش من 700 وطلع الكون باش يقدر عليه. ان شاء الله بقدرة ربي بقدرة ربي نشروه العلوش. عملت طلع على سويم تاع العلوشة والله غالي شوية أما كل غالب واحد يشري يتوكل على ربي ويشري بلي يقدر عليه مش ما يكونش يشري غالي برشا برشا وما يكونش يشري معناها باهي مقبول حسيب. انت عملت طلع على سويمة والله قالوا لي أنا ما طليتش. قالوا لك؟ قالوا لي من 800 واطلع الفوق من 700 واطلع الفوق. عاملين وقد اخذيتوا على العيد؟ خذيناها معناها تكلف بالقضية بكلها بريسك مليون. سبعمية ويش علوش وقضية العلوش حاسيلو تكلف مليون العيد العاملين. انت تظن اللي الناس مع غلاء الأسعار متاع العليلش باش يشريو سنة علوش ولا لا؟ والله فما ناس تشري فما ناس ما تنجمش ظروفها قاسية برشا. شنو رايك في الناس اللي ترهن رويحة نقولوا احنا تتسلب تشري على وش العيد؟ والله بالنسبة لواحد مثلا مش يشري علوش بالفاسيليتي ظروفه صعيبة ما يخدمش لا هو لا المسيو وعلوش معناه عنده صغيرات معناه يحبوا علوش كل شيء مش مشكلة يشري معناه بالفاسيليتي هاك كل شهر يعطي حويجة فما حتى مشكلة. اللي عنده صغيرات بالأخص صغيرين يقروا في المدارس وكل شيء ينجم يشري بالفاسيليتي أما اللي عنده كبار ينجموا مثلا يمشوا على حسب الظروف نتاعهم يمشي على حسب الميزانيه نتاع بوهم وماماهم. كان كتب لنا تو ياخذوك مش كاتب الا غال. عملت طلا يعني انت على العليلش؟ انا عمل راجلي طلا قال لي غاليين العليلش قال لي غاليين قال لي سنه اغلى من عمناول. قد اخذيتو عمناول؟ 700. والسنه قداش سلمهم الاسوام اللي موجودين قد ايه؟ والله قال لي 700 عمناول قال لي معناتها صغير بالكل قال لي سنه صغير بالكل. صغير بالكل قال لي سنه. قداش في العائله عندكم صغيرات؟ احنا ثلاثه. وكي تعيدوا يعني تعيد انت وصغيراتك معاك والا؟ انا عندي زبنات معارسين انا بصغيراتهم وانا وراجلي بنتي صبية. دونك انت مازلت 90% تخمم تشري علوش 10% ما تخممش تشري علوش؟ اي 90% بحاول اني نشري علوش. قدة العيد بتبيعتها ما فيها حد شيء كل شيء معناتها انا نشري نعول كل عام وعامه وجوست كالعلوش وكهو فهمت. عيطت عمناول ولا لا؟ لا عندي عاملين ما عيطش. عليه؟ بظرف ظروف الكورونا مرض كورونا والوضع مش هو بيده فهمت والاسوام مشطه ما كانتش في المتناول فهمت ما شريتش فهمت ما نكذبش عليك. والسنه مدام؟ السنه بحول الله باش نشري على خاطر يلزمني نشري فهمت. عليه يلزمك تشري؟ خاطر عاملين ما ضحيتش وبوسك احنا كل شيء قاعدين نشرو فيه قعدنا كان علوش العيد ما له هو معناتها سنه هي مش فرض فهمتني اما يلزم واحد يشريه هكا ومادام عنده الصغار وكل يلزم يشري. مادام عملت طلا في الرحبه ولا مازال؟ لا ما مشيتش وما شفتش اما قاعد نسمع حسب المذياعه فهمتني حسب فما شكون يقول اسوام في متناول الجميع. سمعت زاد وزير الفلاحه قال كونه باش نبيعوه السنه الكيلو على 14 دينار فرحنا شويه فهمتني وان شاء الله نلقاو كما يقولوا هنا ان شاء الله نلقاو في الميدان وكا. باهي مدام انت علوش العيد السنه قداش سمو باش ياخوه؟ انا ما نفوتش 500 ما نكذبش عليك بنتي فهمتي خاطر فماش ماذا بيا كان اقل من 500 نشريه ما نقولش لا اما اكثر ما نجمش نشريه. اخر مره كليت فيه الحم وقتاه؟ والله انا بطبيعتي ما نحبوش برشا انا خاطر بنت البحر بنت الساحل نهوى ديما الحوت ولا الخضره تو عندي برسك نهارين وثلاث ايام حتى كي نطيب لهم ما ناكلوش ناكل شنو فما وهو ما نقربلوش الحم مانيش مغرومه به برشا فهمتي فهمتك. مدام عمناول وتعمناول كي ما عيطش الجيران معاك كيف جابوا لك الحم؟ لا ما عادش حسر على الجيران اللي يجيبوا انا الساعه في تونس في عماره كل حد مسكر على بابه وحتى كيف ما يجيوش حتى باش يدقوا يعيدوا عليه يقول لك عيدك مبروك فهمتي اما في البلاد كي نروح البلاد الحق ما يبخلوش يعطيو اللي ما عندوش يعطيو فهمت وعيدنا ما موجود معروف المنطقه اللي انت تسكن فيها اما هنا في تونس كل حد لا يبعلوش وكل حد مسكر داره فهمت يا. وصغيراتك مادام كي شموا ريحه الحم كيفاش كانت رده فعلك؟ انا نشري ما نخليش حتى ولو ما نضحيش نشري الحم ما نخليش ولادي نشري كل شيء نشري انواع معناتها الكبده المرقاز الحم كل نشريه ونشوي لهم نطيب لهم معناتها
وياخذوا نصيبهم، فهمت كيفاش؟ ما نقعدش بلاش. مدام شنو رسالتك اللي تحب توجهها هذيك الناس اللي قاعده تسمع فيك؟ والله باش نقول لهم، نقول لهم سيسوا على رواحكم وازمه تتعدى، والله لا يطول علينا الشيء هذا اللي قاعدين نشوف فيه ونسمعوا فيه، ورب ان شاء الله معانا، ورب يجري على السلاح، فهمتي؟ والفايده مش في ماكله العلوش ولا التضحيه الضحيه ولا حاجه، الفايده كي نحن نكونوا لحمه واحده ونكونوا حنان على بعضنا ونعاونوا بعضنا، وديما مهما يكون ديما التونسي للتونسي رحمه، مهما يكون فهمت، ديما التونسي التونسي رحمه. مالف والله كل عام نشري، عام ناول ما شريتش وسنة. وتمشي تعمل طلع على السوق نتاع العلير شويه لا؟ والله ما نمشيش، نمشي بوري معناها باش نمشي نشوف بعيني واحد ونروح على هذا. ردة فعل صغيرتك تقول لهم مش باش نشري علوش العيد؟ باش نعمل ناخذ شويه لحم واحد كي ايوه الناس مثلا واحد باش نعمل، واحد ما يقدرش بالله خير اش نفذ توا من العلوش من 700 وطلع، شكون باش يقدر عليه؟ ما نجمش. ما تنجمش. بيه قداش تخلص انت في الشهر والا في النهار؟ نهار 16000. اي دونك انت قررت السنه ماكش باش تشري علوش العيد على خاطر ما تخرجش تشري في السوم. بي وشنو رايك علاش زادت الاسواق نتاع العلوش؟ كل شيء غلي، مانيش عارف، على العلف قال لك ما ثماش علف، واحد وزادوهم في العلف في السوم واحد، هذاك شنو؟ والمعيش زاد، واللي عنده علوش مثلا نتاع 100 يقول لك، يقول لك نتاع 500 600 مثلا نتاع، ماشي والله عندي ولد يخدم معايا مخو علوش دافع فيه 150000 هكايا ب 700000، 700000 عاد انا نخليهم على الكرايم عليه، شكون كيفاه باش نخلصهم بعد؟ فهمت؟ واحد كذا اللي عنده ياخو، اما ما نخليش روحي مسال مع الناس. ما عنديش فلوس امي، ما عنديش فلوس، ما نكذبش عليك. شريت عم ناول علوش العيد؟ دي يا راجلي ميت توا عنده برشا. يعني انت عندك برشا ماكش قادره تشري في علوش العيد؟ ايش نعمل؟ ما عنديش فلوس امي، ما نكذبش عليك. وعندك صغيرات؟ قلت لك تو ما عنديش، تو ما عندي. شنو بعد عليك والا شبيهم صغيرات؟ ايش نقول لك انا تو ما عنديش. ما عنديش صغار، ما نكذبش عليك. ما عندكش صغيرات؟ فيه حاجة. وقت اللي كان راجلك حي؟ لا راجلي حي باهين، لاباس علينا. والله لاباس علينا أمي، ما نكذبش عليك. كنت تعيد كل عام كل عيد وعيده؟ كل عيد، كل عيد يمشي ويجيب وراجلي مرتاح، مش من كل العباد اللي ما يفهموش. فهمتي أمي؟ ملي مشيت هو مشي العلوشة معاه. ما نكذبش عليك. وقبل كنت قبل بقديش كنت تحضر له علوش العيد؟ ايه جبنا جبنا به. وتوا تعرفش يا سوي من العلوش؟ لا. ويتفكروك الناس في العيد ولا لا؟ والله ما يتفكرني حتى حد يا بنتي، حتى الفاميلي كل حد ليه في روحه. ما نقول لك. وقتاش اخر مره كليت فيها الحم؟ ها؟ اخر مره كليت فيها الحم وقتاش؟ شنو؟ الحم وقتاش كليته اخر مره؟ اخر مره وقت اللي مات هو كهو. قديش عنده من اللي توفى راجلي؟ لا عنده برشا توا راجلي. قديه عنده؟ والله ما نعرف قديش. عامين ثلاثه اربعه؟ لا ظهري هكاك. يعني عندك نقولوا احنا لعام لاثنين لثلاثه لاربعه من اللي ما كليتش الحم. اه عندك برشا ما كليتش الحم، عوام ما كليتش الحم. ما نكذبش عليك انا، ما عنديش فلوس. ناخذ كل اربعه سور دي، ناخذ فيهم الواحد ما فيهم شيء، فارغين. قديش تاخذ انت شعرين؟ تقل بكل حالة. قد ايه تاخو؟ تتو انا قعدت لي نتاع الضو ونتاع الماء. ما عندكش باش تخلص لا ضو ولا ماء؟ نمشي نخلص، هاني نستنى انه بشرب. باش ما نكذبش عليك. فهمتي امي؟ هذيك هي الدنيا. يا حاجة لو كان جاي الحاج حي. اي. شنو كنت تعيد وكانت دارك تكون عامره، كيفاش كانت الاجواء في العيد؟ في العيد باهي برشا. كيفاش؟ احكي لنا شوي، نسترجعوا معك شويه ذكريات. هاني قلت لك انا معناها يجيب الحم وناكلوا ونمشوا لدارنا، توا ما عادش. ما
ما نكذبش عليك هو غالي وانا ما عنديش فلوس، ناخذ في طرف فلوس حاله ما نجيبش حتى تاو. شو نعمل يا عم ربي مليح.